عماد العجمي 23 سنة. مرحبا عماد. مرحبا عماد. شنو تعمل في الدنيا؟ شاي. تعمل في حد شاي؟ حد شاي. باه. جست ماذا بيا انك كنت قوي لي صوتك شوية باش نجم نسمعك. باه هكا سافا. دونك انت ما انت ماكش خدام؟ بطلوش في خدمة؟ لا نترانا. تكور مع شكون؟ طاو في كارتاج. وين تسكن؟ نسكن في الكرم. حب تحية كبيرة برشا لأولاد الكرم. دونك عماد ما جاش وحده، جاب معاه خوه. عسلامة خويا. مرحبا. عسلامة خويا. شو اسمك خويا؟ حرب العجمي. حرب؟ مشيش تحلوا فينا حرب؟ لا لا بيت. ما تكبر منه وانت بعامين. تعرف على اخوك كل شيء؟ كل شيء. هكا نورمال. تتوقع اخوك معناتها صادق للدرجة انه باش ينجم يربح ولا؟ ان شاء الله. علاش جاي هو باش يربح؟ هو جاي باش يربح. معناتها لازم نكون صادق. باهي. كان عندك نصيحة تحب تقولها له قبل ما نبداو؟ كذب ليه خويا ومربوح. اسكو سبق قبل انه كذب عليك؟ باز. الناس كل تكذب. نبداو في الاسئله الرسميه. تسقط الاقنعه حالا. السؤال الاولاني، تعتبر انه كل شيء نجمو نشريوه بالفلوس؟ بيان سور. السؤال الثاني، هل سبق وانك بكيت على خاطر طفله؟ اي. السؤال الثالث، هل تعتبر ان الوالد متاعك فخور بالمظهر متاعك؟ لا. السؤال الرابع، هل الوالدة أمك موافقة أنك تحرق؟ نعم. السؤال الخامس، هل سبق وأنك كسبت فلوس بطريقة غير شرعية؟ هاي. مجموعة ثانية من الأسئلة باش تكون أكثر إحراج. السؤال السادس، هل عائلتك موافقة أنك ترتبط بفتاة عندها سوابق عدلية؟ أي. السؤال السابع، صديقتك اليوم اسمها آية، هل صحيح انك بينك وبين روحك تستغل في فلوس آية؟ أي. السؤال الثامن، هل سبق قبل وانك خنت آية؟ عماد نستنى في إجابة. أي. السؤال قبل الأخير، هل صحيح أنك سبق وخطط تخطيط محكم أنك باش تسرق بانكا؟ لا. السؤال الأخير، هل سبق وأنك خنت خوك حرب اللي موجود لهنا مع صديقته؟
نعم. سيدة المشاهدين يحبوا يعرفوا أنا الإجابات اللي كانت صادقة وأنا الإجابات اللي كانت غير صادقة. الوقت اللي ناخذوا التقرير من ديتكتور دو مونسونج. ترتيحة صغيرة راجعين. أمين طرح أسئلته عن متشارك معنا في حلقة الليلة من بالي ماسك ونتوندون باش يتمكن الديتكتور دو مونسونج باش يعمل البارامتراج ويكشف لنا إذا الأجوبة كانت صحيحة ولا لا. ديتكتور دو مونسونج أعطانا التقرير النهائي بالنسبة لي فيما يخص الإجابات نتاع صديقنا عماد 23 سنة جامل كرم ومعاه خوه حرب. الأسئلة كانت كاسحة كاسحة كاسحة. أنا هو السؤال اللي محيرك أكثر الأخرين سؤال بهتتك الإجابة نتاعو يعطيني الإجابة هو جاوب قال إي. أنت شنو تحب تطلع صحيحة ولا تروح بخمسة ملايين؟ انت اخوك تطلع اجابته غلطه كمان و... ليه هي صحيحه ما كان صحيحه هذيك 5 ملايين حكايه اخرى ما كان زاد صحيحه فما حكايه اخرى. خلي هذاك السؤال خلينا نرجعوا بار المسابقه معناها هذيك امور نرجعوا لهم بعض السؤال. تبقى حكينا نرجعوا لهم بعض. سالوني كان تعتبر كل شيء ممكن انك تشري بالفلوس عماد قلت اي. شنو تنجم تشري بالفلوس انت؟ كل شيء تنجم تشري السعاده نتاعك بالفلوس. الفلوس تعمل كل شيء كما تقول مريم ديجا. تنجم تشري صحتك بالفلوس؟ بيان سور كي تمر تكلي باش تداوي بالفلوس. طبعا نرجع نشوفوا الاجابه نتاعك كانت صادقه ولا. انا هي الطفله اللي بكيت عليها قبل برشا مش اساس كل طفله تعرفها تقعد تبكي عليها. صغير صغير لا صغير طول صغير في المكتب نتذكر فزعان. اخر مره بكيت على طفله كان في المكتب. لا مش في المكتب عم نتذكر روحي قلت لك بكيت في المكتب زين. ما ذكرش قداش مرة بكيت مثلا على الطفلة؟ ما نذكرش ما نذكر. هو مش برشا هو ما صغير معناها تصير أيوه تصير له معناها. أنت قلت لي بوك مش فخور بالمظهر نتاعك، عليه حسب رأيك؟ 5 ديسمبر وشعره جري ومرة شعره أزرق وأنا خاطر كل مرة نعمل فيه لونك اللي يقول لي نحي معناها على الحومة وكها ومش علي أنا. وأنت معناتها مغروم كل مرة لونك شعر بشعرك معناتها نورمال. حاجة نحب نعملها وكا. قسلت قلت لك أمك موافقة أنك تحرق قلت أي. كيفاش فما أم تشجع ولدها أنه يرمي في روحه في البحر؟ الحرقة تو في يوت وليت يا أمينة. السؤال السادس كان الخامس بلوتو. هل سبق وكسبت فلوس بطريقة غير شرعية قلت أي؟ شنو عملت بالضبط؟ برشا حاجات. بعت مخدرات مثلا اكزامبل. سرقت اكزامبل. خو قاعد يقول لي بارامون شركة ما بعرف. ليه هو صغير جاي برشا برشا فازات جو دي زوفر نتاع. ليه عمل برشا حاجات معناها نتاع صغر هو صغير. تعطيش ما تو ما عادش هنيوني ليه كبرت طبعا. طيب شنو هذا؟ هذا السؤال اللي بعده بصراحة حيرني. عائلتك موافقة أنك ترتبط بفتاة صاحبة سوابق عدلية قلت إي. إي سا ديبون سوابق شنيا يا أمير. أعطيني السوابق اللي في مخك نجم تقبلهم. شنيا؟ انت قلت شنو برشا برشا حاجات برشا مثلا سابق العادية نجم عائلتك تتقبلهم انه طفله مثلا نحط برشا برشا تو مثلا ما نعرفش في قضية برشا. اخلاقية شنو هي قضية اخلاقية معنا شنو نسأل انا نسأل وكا ما نعرفش انا ما صارت ليش اما انا كي نحب على حاجة نعملها سي نعملها يمين راهو حتى الدرن يقولوا لنا شنو معنا كبير ونعرف شنو نعمل وهل وحتى الطفلة عندها سابق عادية شنو تموت طفلة عندها لا ما قلتش شغل ترى الناس كل يوم جوست سؤالي ليك باش يكون واضح يغلطوا الناس كل تغلط يا مين ما تاكلنيش بالهف يا عماد يا عايش خويا ما تعرفش تجاوبني سؤال سؤال واضح اجابه واضحه. هل صارت الحكايه هذه ولا صارت ها مع صديقتك انا هاي لازم نسى بيان سور كان اخترت انك تسقط الاقنعه ما تجي لهنا باش تسقط الاقنعه. ايه اللي معاها تو شنو السابق العدليه اللي عندها؟ لا عادي مين ما نجموش نتكلموا اوكي. مشاكل برا من تونس جمله راهو ايه ماهيش حتى في تونس. ما يصيرش قول لي شنو؟ لا شو نقول لك يا مين انا شوف مادام اخترت انك تكون لهنا معناتها انت قابل للعبه. هي ما هي صارت لها مشكله صغير معناها البرا في دبي فازا ما نعرفش كيفاش امور فلوس وتحايلوا عليها في فلوس و داركم في بالهم. اي بيان سور ما نكذبش على الدار يعني كل شيء يعرفوا الدار حتى هي دارهم في بالهم معناها.
وتصير مشاكل تصير وما معناتها مش صعبة قضية ما نعرفش توقف ثلاثة أيام سا ديبون حاجة هكا وديجا غاديك دبي سمعت الحبس وتيل معناها في تونس جوان به مش خاص معناها أنت تلمو معناتها فرحان بها إيه لين بينك وبين روحك قلت أنك تستغل في فلوسها باش نكذب يمين باش نقول لك ما نزغلتش فلوس انا تو ما نخدمش وساعات تبعث لي ما نكذبش عليك قداش عمرها هي؟ عمرها 32 33 نورمالمون ما تعرفش عمرها بالضبط 33 وانت عمرك 23 ها لما تظهرت شو نقول سايسه شنو ها اما ما تظهرش راه كبيره جامله معناها صلي على النبي عليها حتى فلوسها بارامون مصلي على النبي عليهم زاد لا والله قبل الفلوس قبل الفلوس هي مصلي على النبي عليها لا انت شو اللي جابها نتاعك استغل في فلوسها قلت اي معناتها بارامون يا اخي كي تعطيني فلوس وناخو ما نسميش نستغل يا اخي كي تعطيك في فلوسك يا اخو هذا نورمال انت شنو رايك يستغل في طفله على فلوسها مش نستغل فيها على فلوسها لا حرب حرب سامحني مش نستغل فيها على فلوسها مش نفهموا بعضنا عماد سؤال خوك تو نجموا يكونوا ما عرفوا بعضهم من الاول معناها ما الواحد اللي يعاونوا بعضهم اللي عنده يعطي المعاونة لا برامون انت مفهوم المعاونه مختلف هي تعاون فيها اكثر هي تعاون فيها هي نورمال هي تخدم انا ما هي تخدم وهي جوها بيه وهي تحب وتموت عليه وهو ما تحبوش وتخلص فيه نورمال يحب يشري حاجه تعطيه كيما الراجل اللي عملها للمراه انا جوست نحب نفهم وكهو انا اسئلتي مانيش باش نحكم على حياتكم من حاجتي بالاجابات الصادقه فقط هل سبق انك خنت ايه قلت اي معناتها تفكلها في فلوسها بارامون تستغل فيها وزيد خون فيها. لا مش هكاك امين مش هكاك نفكلها في فلوسها ما نفكش امين تعطيني هي راهو حتى تو تتفرج خلينا من الفلوس تو اصلا هي في بالها معناها في بالها اللي انت تخون فيها. هاي تعرف. ما والله كان في بالي ايش هكا عرفت. خونتك. اما قبل معناها راهو ديجا عندي برشا انا وايا راهو ونورمال تصير امين راهو الخيانه راهو مش لازم عملت حاجه راهو. حتى كي تسالك طفله شنو هي سيليباتير نقول لها سيليباتير لا الخيانه صديقي عندها مفهوم واحد ما تقنعنيش انت اليوم اللي معناتها لا خيانه ما نمشي نقول لك كنت اي عملت صغير امين للتذكير عماد فانك تلعب على 5 ملايين كان تقرر انك ماكش تعطي اجابات صادقه فانك نجم علاش جاوبت عليهم نسال الكل معناتها تعطي اجابه صادقه هي ما يلزمك توضح من بعد نوضح الخيانه مش تقول صباح الخير للطفله راه لا ما تقنعنيش بهذايا ما قلتش هكاك ما قلتش انت ذي اللي كنت تحكي فيه تو قلت لك خيانة حتى برشا حكيت قلت لك سبق وانك خنت ايه قلت لي اي هل اعطيك عندي ساخر؟ هل خنت ايه خلي عندك درجة من الصدق باش تجاوب شناهي من اللي سافرت ما رجعتش لتونس جملة كيف باش نخونها ايه مع وهي ما رجعتش لتونس جملة ما تحكيش انت على الانترنت؟ شنو سي نورمال نحكي به هل سبق انك خططت تخطيط محكم انك باش تسرق بانكا؟ صارت حس كل شيء عادي عندك يا اخي تو ما نحكيش نكذب امين تحبني نقول لك ليه صارت الحكايه صارت صغير وصارت عملت برشا فازات امين انا خوك معاك وقتها ولا بلا خويا مش معايا ما ديما نحسر فيه نشد فيه للدار نضرب فيه ولا نجيبه للدار وهو ديما يعمل في العمل ديما 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 امين نعمل انا كيك انا نحب على الفازيت هكا انا هو يعمل في عمايل هو تلمو يعمل في عمايل حرب وصل لي لي انا ابارا ما وصل لك ليك انت هل سبق وانك خنت خوك مع صديقته قال اي صارت صارت امين اما صارت مره هو في بالوش بها بالرسمي خلاص تاثر معايا في بالوش بها ما نورمال نورمال نحكي لبعضنا لا لحظه ما تقوليش نورمال خلي هو يقول نورمال ولا مش نورمال ماهوش نورمال ما في باليش بها انا الحكايه و تو نحكي فيها هي ما صارت يا حرب تتمنى تكون اجابته غلطه وما يربحش 5 ملايين تقرير نهائي لديتكتور دو مونسونج هو التالي السؤال الاولاني تعتبر كل شيء تنجم تشري بالفلوس قلت اي اجابتك صحيحه 100 دينار السؤال الثاني سبق انك بكيت على طفله قلت اي اجابه صحيحه 100 دينار تعتقد ان ابوك اليوم فخور بالمظهر نتاعك قلت لا الاجابه الثالثه كانت اجابه صادقه 300 دينار امك موافقه انك تحرق قلت اي الاجابه كانت صادقه 400 دينار السؤال الاولاني في البالير الاول يا ما تروح ب 500 ولا 5 ملايين ولا بحد شيء كان يطلع السؤال هذا غلط هل سبق وانك كسبت فلوس بطريقه غير شرعيه قلت اي والاجابه نتاعك كانت اجابه صادقه ال 500 دينار حاصلين عائلتي موافقه انك ترتبط بفتاه صاحبه سوابق عدليه قلت اي والاجابه كانت صادقه السؤال السابع هل تستغل بينك وبين روحك في صديقتك ايه مش عارف شنو هي موقفك معاها بعد الحصه نتاع اليوم
قلت اي. الاجابه نتاعك كانت اجابه صادقه. السؤال الثامن، هل سبق وانك خنت ايه مع فتاه اخرى الاسم حاطين عليه بيب في وسط الحلقه؟ قلت لا. قلت اي. قلت اي ماما الطفله هذيك اللي خاطر الطفله هذيك اللي سافرت ما رجعتش لتونس معنا. قلت اي. من غير ما تقعد تبرر لي تو في حد شيء. قلت اي اي اي. الاجابه نتاعك كانت اجابه صادقه. سؤال قبل الاخير، هل خططت باش تسرق بانكا؟ قلت اي. الاجابه نتاعك كانت اجابه صادقه. سؤال اخير على 5 ملايين، يتراوح ب 5 ملايين يا ب 500. هل سبق وخنت خوك مع صديقته؟ خوك قال اللي يتمنى الاجابه هذه تكون اجابه خالط. خاطئه. الاجابه كانت صادقه، مبروك 5 ملايين. صحري بحري تو سويت، نتقابلوا، راجعوا بعد لحظات البالي ماسك.